بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشرف الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ايها الاخوه والاخوات نبدا اليوم معكم مع سلسله جديده وهي جديده قديمه مع موضوع كم نحن بحاجة إليه في هذا الزمان الذي اشتد على الناس فيه الأزمات لنتدارس هذا الموضوع ولنتحدث عنه لعلنا نجد السكن الذي أصبح اليوم مفقود هذا السكن الذي هو مستقطع من قول الله تعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها فاين هو سر السكن اصبحنا اليوم في مرض مستعصي ومعدي بل هو مرض اصبحنا في حاله الخطر فيه الذي دعاني لان اتحدث عن هذا الموضوع حقيقه هو ما يحصل اليوم من كثره الطلاق ومن قله الزواج او اذا اراد ان يتزوج فكر كثيرا ثم اذا اراد الطلاق طلق بشكل سريع وربما كان الامر من الزوجه لا من الزوج لعلنا نجد هذا السكن الذي فقدناه حقيقة عندما سألت بعض القضاة عن الزواج والطلاق في المحاكم وهذا في أكثر من بلد إسلامي فقيل لي أن نسبة الطلاق وصلت إلى سبعين في المئة وهذا أمر عجيب غريب في أكثر من بلد حقيقة نسأل الله اللطف 70% الآن يتشرد الأولاد وتتفرق هذه العائلة وربما حصلت المشاكل في البيوت إلى ما لا يتصور أيها الأحبة لندخل إلى صلب الموضوع لنتعرف على أول زواج حصل على هذه الدنيا أو هذه الأرض ولنتحدث ما هي نظرة الإسلام إلى الزواج الزواج هو فطرة الله التي فطر عليها خلقه وهو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسنة الأنبياء من قبله منذ سيدنا آدم عليه السلام فقد خلق الله آدم بيده وأسكنه الجنة وأتاح له النعم ولكنه لم يجد السعادة الكاملة وبقيت روحه متعطشة إلى وجود شريك يصحبه ليتشاركا معا هذا الهناء فخلق الله له السيدة حواء فسكنت إليها نفسه قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون هذه في سورة الروم أيها الأحبة، الإسلام في نظرته للزواج لا يعتبره وسيلة للجمع بين الذكر والأنثى، ولا يعتبره اقتران جسد بجسد فحسب كما يظن الكثير من الناس، بل نظرة الإسلام إلى الزواج أعمق بكثير. اسمع إلى قوله تعالى: ومن آياته يعني ومن آياته وعلى العلامات التي تدل على قدرته وعظمته ان خلق لكم يظن الناس ان خلق لكم ان هذه اللام هي لام التملك وهذا خطا انها لام الخصوصيه هي ملك لله سبحانه وتعالى جعلها خاصه لك ايها الانسان ان خلق لكم من انفسكم كيف تحافظ على نفسك الانسان كيف يحافظ على نفسه يحولها عندما يسير في مدارج السلوك يبدأ بالنفس الامارة يحولها إلى لوامة ثم إلى ملهمة ثم إلى مطمئنة ثم إلى راضية ثم إلى مرضية كما في مدارج السلوك الذي موجود في القرآن الكريم. حافظ عليها لماذا؟ لذلك لتسكن إليها، الله سبحانه وتعالى جعل لك السكن الذي تفتش عنه وهناك فرق كبير بين لتسكنوا اليها وتسكنوا معها اذا قلنا لتسكنوا اليها شيء واذا قلنا لتسكنوا معها شيء اخر لتسكنوا معها المقصود لجسد اما لتسكنوا اليها فالمقصود لروح وقلب وشتان ما بينهما يا ليتنا ايها الاحبه نقرا القران للفهم يا ليتنا نقرا القران ليس فقط للبركه فسبب نزول القران هو العمل به السكن هذا ليس المقصود به سكن الشهوه فقط انما هو سكن سر القلب سكن سر القلب في كيان الانسان كله لقد كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حين يجتمع عليه الكرب ويجتمع عليه الهم والحزن مما يلاقي من عذاب ومحنه في دعوته الى الله سبحانه وتعالى. تراه يعود الى زوجه الى خديجه رضي الله عنها يفضي اليها بما يملا اغوار نفسه وبما يلاقيه من هوان وعذاب صلى الله عليه وسلم وروح فداه فتجلس قربه وتسليه. وتذهب عنه همومه واحزانه وتجعله ينسى ما يلاقيه في سبيل الله من بلاء من امتحان نتذكر واياكم يوم عاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من غار حراء بعد نزول الوحي وهو يقول وهو خائف يقول زملوني زملوني هناك عندما غطه جبريل عليه السلام وقال اقرا فقال ما انا بقارئ فشد عليه مره ثانيه وغطه مره ثانيه وقال له اقرا قال ما انا بقارئ فاعاد الثالثه وقال له اقرا قال ما اقرا قال اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم عاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من غار حراء فما مر بشجر او حجر الا قال له السلام عليك يا رسول الله. خاف الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام هذا يحصل له لاول مر لاول مره. رجع الى زوجه الى بيته الى سكنه وقال لزوجه زملوني زملوني عندما يحصل هذه البرده فتأتي غطته السيده خديجه رضي الله عنها وحضنته حتى ذهب عنه هذا الروع فقال يا خديجه خشيت على نفسي وهنا ايها الاخوه والاخوات يظهر الايمان الواضح وهنا تظهر الزوجه التقيه النقيه المحبه ماذا تقول للحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام تطمئنه تريحه تقول كلا يا ابن العم ابشر فوالله لن يخزيك الله ابدا، لماذا؟ ما هو دليلها على هذا الكلام؟ قالت: انك لتصل الرحم. انت ما قطعت رحمك ابدا، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. هناك زواده كانت مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من الاعمال الصالحه، فلن تخاف ولن تخشى شيئا فهذا أن تقدمت لذلك الأمر لذلك فالإسلام من شدة تعظيمه لرابطة الزواج جعله شطر هذا الدين اسمعوا إلى حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قال إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي رواه البيهقي إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي وجعلها طاعة حيث قال صلى الله عليه وسلم حتى التقرب إلى زوجه قال وفي بضع أحدكم صدقة قال تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة انظروا هنا إلى هذه الآية وإلى هذه الكلمات المودة أعلى من الحب الحب الذي يتغنى به أهل الدنيا دائما يغنو يغني احدهم على الحب الاسلام طلب اكثر من ذلك لان الحب مشاعر ولكن الموده هي تطبيق لهذه المشاعر موده ورحمه الحب مشاعر والموده تطبيق لهذه المشاعر الانسان اما ان يكون قويا واما ان يكون ضعيفا فالموده قوه والرحمه للضعف فليكن عندك ايها الزوج هذه الرحمه لهذه الضعيفه المراه الضعيفه التي خلقت لاجلك ومن ضلعك فتعطي من قوتك موده لزوجك وهي تبادلك ذلك ثم تضيف على الموده رحمه لضعفها عند ذلك تلاقي السكن والسكون وفيهما تكمن نصف السعاده والنصف الثاني في سر السعاده يكمن في الذكر وفي الذكر يكون السكون سر السعاده في هذه الحياه يكمن في شيئين الشيء الاول هو السكون والسكن وهذا لا يكون الا في الزواج والشيء الثاني هو الطمانينه وهذا لا يكون الا في ذكر الله والتقرب الى الله اسمع الى قوله تعالى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب في سوره الرعد وعندما سئل الامام علي رضي الله عنه ما اعظم جنود الله فقال رضي الله عنه اني نظرت الى الحديد فوجدته من اعظم جنود الله ثم لما نظرت الى النار فوجدتها تذيب الحديد فقلت النار هي اعظم جنود الله ثم نظرت الى الماء فوجدته يطفئ النار فقلت الماء هو اعظم جنود الله ثم بعد ذلك نظرت الى السحاب فوجدته يحمل الماء فقلت السحاب اعظم جنود الله ثم نظرت الى الهواء فوجدته يسوق السحاب فقلت الهواء اعظم جنود الله ثم نظرت بعد ذلك الى الجبال فوجدتها تعترض الهواء فقلت الجبال اعظم جنود الله ثم نظرت الى هذا الانسان فوجدته يقف على الجبال وينحت الجبال فقلت الانسان اعظم جنود الله ثم نظرت الى ما يقعد الانسان فوجدته النوم فقلت النوم اعظم جنود الله ثم وجدت ان ما يذهب النوم فوجدت الهم والغم فقلت الهم والغم اعظم جنود الله ثم نظرت فوجدت الهم والغم محلهما القلب فقلت القلب اعظم جنود الله عند ذلك تذكرت قول الله تعالى الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب فعلمت ان الذكر هو اعظم جندي لله ما احوجنا الى هذه التعاليم والى هذه اللمسات من هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لو درسنا حقيقه سيره الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام وقرانا القران لفهم لعلمنا ما هو السكن ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها هل علمتم ايها الاخوه والاخوات ما هو سر السكن؟ وهل علمتم ما معنى قول الله تعالى وجعل بينكم موده ورحمه؟ الموده تطبيق تطبيق لهذه المشاعر اعلى من مقام الحب الذي يتغنى به الناس، فهل وجدنا هذه الموده في بيوتنا؟ هل طبقنا هذه الموده مع ازواجنا الزوج مع زوجه والمراه مع زوجها اذا كنا هكذا سيكون السكن في هذا البيت. نسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.